ست خطوات لتسجيل رقم الهاتف ببطاقة التموين، تابعونا. ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم عبارة برجاء تسجيل رقم الموبايل على بونات الصرف بإضافة أرقامهم من خلال موقع إدارة دعم مصر لاستكمال بياناتهم، ويمكن للمواطنين تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين حاملي البطاقات التموينية كالتالي: أولاً الدخول على موقع دعم مصر، ثانياً الضغط على خانة سجل موبايلك، ثالثاً إدخال الرقم القومي، رابعاً إضافة رقم البطاقة التموينية، خامساً إدخال رقم التليفون المحمول، وأخيراً الخطوة السادسة الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.